سيري يا ماما. اوكي حبيبتي سيري. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا دكتور، حياك الله، تفضل. شكرا. اسمحي لي يعني جيت بدون موعد، لكن بصراحة ميرا طلبت مني اتوسط لها عندك. تبغي ترقد الساعة 9 بدل الساعة 7 بس في الإجازة. فالك طيب دكتور، ما طلبت شيء. فالك ما يخيب. الو. هلا ميرا. نعم. شو تسوين؟ ليش للحين وايا؟ هاي واصلة باي.